أفضل شيء أن يخرج الإنسان من كل أنواع الإدمان هو أن يعرف من هو، أن يحقق ذاته. كيف يعني؟ وجدنا في دراسة في حلقة عندي محيّة رقم 2 عن الإدمان، كل أنواع الإدمان، سواء كان إدمان مخدرات أو الخمرة أو الإدمان السلوكي زي الجنس أو القمار أو حتى عملية التسوق أو الأكل، يسمى إدمان سلوكي. كلها تجتمع في شيء واحد اللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن إفراج الدوبامين، لأن الدوبامين يديك شعور بالسعادة والنشوة. حلو. وجدنا أن هناك نوع واحد من البشر محصنين من كل أنواع الإدمان، سواء كان إدمان التقليدي أو الإدمان السلوكي، لا جنس ولا قمار ولا تسوق ولا أكل. من هؤلاء؟ إيش رأيك يا شيخ؟ من هؤلاء؟ والله بناء على الدراسة وجدنا